ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تم الحصول على صورة حصرية لزوج الفنانة لطيفة رأفت ووالد طفلتها ألماس التي وضعتها قبل أسابيع بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الرباط. ووفق مصدر مطلع في كشفه عن بعض التفاصيل، فإن الزوج لطيفة رأفت رجل أعمال إسباني الجنسية في عقده الخامس، وتجدر الإشارة إلى أن لطيفة رأفت البالغة من العمر 54 سنة وضعت مولودتها الأولى ألماس بعد سنوات من الانتظار، وهو الأمر الذي أثار دهشة العديد من متتبعي الفنانة القديرة، حيث تساءل العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حول سر وراء وضع لطيفة رأفت لمولودتها رغم تجاوزها السن 50. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.